السلام عليكم طلابنا الأعزاء، وصلنا وياكم لموضوع الأوعية الدموية الشعرية. الأوعية الدموية الشعرية أوعية ضيقة جدا، يصل متوسط قطرها إلى 10 ميكرومتر في اللبائن اللي هي من ضمنها الثدييات، وتكون أوسع قطرا من قطر كرية الدم الحمراء، أوسع منها قليلا حتى تستطيع المرور من خلال الأوعية الدموية الشعرية. يكون جدرانها متألف من طبقة رقيقة اللي هو نسيج ظهاري حر شوفي بسيط، وتتركز هذه الخلايا النسيج الظهاري على غشاء قاعدي رقيق وطبقة من نسيج ضام، يعني غلاف أو جدران الأوعية الدموية الشعرية يتكون من نسيج ظهاري حر شوفي تحت غشاء قاعدي تحت نسيج ضام. والشعيرات الدموية مصممة بحيث يمكنها أن ترشح وتسمح بمرور الماء. الأوعية الدموية الشعرية يمر من خلال جدرانها الماء وبعض المواد الغذائية عدا البروتينات. لماذا البروتينات؟ لأن جزيئاتها كبيرة الحجم لا تستطيع المرور من جدران الأوعية الدموية. نجي بالنسبة للدورات الموجودة بالجسم، عندي الدورة التاجية، الدورة الرئوية، والدورة الجهازية. الدورة التاجية اللي هي الشرايين التاجية، شريانان التاجيان، والوريدان التاجيان. الشريانان التاجيان ينشأان من منطقة من خروج الأبهر من القلب، ويمتدان على السطح الخارجي للقلب، خروج الأبهر وعلى السطح الخارجي للقلب، ويدخلان عضلة القلب ويوزعان الدم على شكل أوعية شعرية دموية. أما الوريدان التاجيان فهما يدخلان من الكيس التاجي الذي يصب في الأذين الأيمن. الدورة الدموية الرئوية اللي هي تبدأ من الرئة من الأذين الأيمن وتنتهي إلى الرئة، ومن ثم تعود من الرئة إلى القلب. إذن يمتلئ الأذين هنا الأذين الأيمن بالدم، يحمل من القلب ويذهب إلى القلب داخل القلب، ومن ثم إلى الوريد الأجوف الأمامي والوريد الأجوف الخلفي. الدم في هذه الأوردة يكون قليل الأكسجين ومحمل بغاز ثنائي أكسيد الكربون، ويكون لونه أحمر غامق. يتصل بالأذين الأيمن ويدفع الدم عن طريق الصمام الثلاثي إلى البطين الأيمن، وهذه الصمامات تكون نصف هلالية، يعني يمر منها وتنغلق، ما يعود للأذين، من الأذين إلى البطين الأيمن. بعدها يتصل من القلب إلى الرئتين بواسطة شريان رئوي اللي ينتشر الدم داخل الرئتين بأوعية دموية شعرية، ومن ثم إلى الحويصلات الرئوية. يصير تبادل غازي، تطرح الحويصلات ثنائي أكسيد الكربون ومن ثم إلى الخارج، وبعدين تأخذ الأكسجين من الرئتين، ثم يعود الدم محمل بغاز الأكسجين عن طريق الأوردة الرئوية، وكما مخطط هذا الشكل إنه شلون تصير الدورة الرئوية من الأذين الأيمن، بعدها للبطين الأيمن، تمام شباب؟ هذا الأحمر، هذا الأعلى أذين، لأسفل بطين، يمر بهذا الصمام النصف هلالي، شوفوا اتجاه السهم، ومن ثم بعدها إلى الشريان الرئوي. هذا هو الشريان الرئوي، تشوفوا هذا الأحمر اتجاه معاكس اللي صاعد السهم الصاعد، ومن ثم بعدين إلى الرئتين، يروح يذهب إلى الرئتين. هنا شوفوا شلون راح يصعد للرئتين، راح ينطيها CO2 ويأخذ الأكسجين، ثم يعود هذا الأزرق القادم من الرئة، يعود محملا بغاز الأكسجين ويصب في الوريد الأجوف
العلوي ويصب في الأذين الأيسر. إذن يخرج الدم من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن، ومن ثم يخرج عن طريق الشريان الرئوي هذا الأزرق إلى الرئتين، يصير تبادل غازي، ومن ثم من الرئتين يعود إلى القلب محمل بغاز الأكسجين، ويصب في الأذين الأيسر عن طريق الأوردة الرئوية.